يعطيك العافية. مكسيك كيف؟ طيب يلا شدوا له حيلكم. يلا الله يبيض وجهكم يا عيال. يلا في النهاية أخوكم الصغير مشعل العنزي كان معكم في فقرة شد حيلك في هذه الليلة، بعض الرسائل الهادفة إن شاء الله أن أصبنا فيها معكم جمهورنا الغالي اللي الله لا يحرمنا من دعمكم ومن مشاهدتكم الطيبة. حريص جدا على كل كلمة تقدمونها لهذه الثلة الجميلة اللي معي في برنامج مراجل، وإن شاء الله بنراهن عليهم مو بس للتسعين إلى ما بعد البرنامج. أترككم الآن مع الجميل جدا عادل ابن هيف في المنشرحة. أمسكوا قلوبكم، اليوم في جسد راح يغادرنا.